عودة من جديد لبرنامجنا عشر الصبح في الأهلي، ولسه حديثنا لم ينتهي بعد، وخصوصا أن تفصيلة الكورونا اللي انتشرت في العالم كله وليها كتير جدا من يعني الانعكاسات السلبية، الحقيقة الموضوع ده عايز له حلقة لوحدها. طبعا حقيقي يعني احنا وقفنا في الكلام فين بقى؟ احنا عايزين نتكلم عن الكورونا بقى. يلا. يعني بما ان احنا بنتكلم عن اولمبيات وغيره، قد ايه العالم المشهد فيه اتغير تماما، حتى المشهد الرياضي تحديدا اكتر يعني مجال اتاثر بشكل سلبي جدا. فالكورونا، ونستغل وجود حضرتك دكتور حسن، احنا رايحين كده يعني زي ما كان بيتقال في الاول، احنا قربنا على النهايه ولا احنا لسه داخلين ويف رابعه ولا يعني؟ بص عليك، معلش يعني الموضوع بقى صعب قوي طبيا وعلميا. مفيش اي تنبؤ في هذا الامر فعلا. يعني انت عارف اي كلام بيتقال ده طبعا ما ولا في منطق عام بيحكم الامور، ولا في منطق عام، لان هو تحور عشوائي. يعني حضرتك ممكن يتحور الفيروس لفورم وتكتشف انه انتهى بمجرد هذا التحور، نتيجه انه تحول لفورم ضعيفه جدا. وممكن يتحول العكس، او يتحول العكس، فهو ملوش منطق. ممكن يندمج مع مصادر جينيه من فيروسات اخرى في احد الاجسام الناس ويطلع لك فيروس جديد. يعني الموضوع هو لو تحور، معنى كده ان لو انا مثلا واخد باكسين، معنى كده ان الباكسين مش هيبقى يعني وارد. مش ابليكابل عليه، مش هينطبق عليه خلاص. وارد يعني حسب نوع التحور اللي هيحصل، بس ده وارد طبعا. عشان كده احنا ساعات نقول بقى ان فاكسين الانفلونزا ما بيغطيش كل انواع الانفلونزا. فهو فيروس، هو فيروس بس وفيروس. هو حصل قبل كده دكتور حسن في فيروس زي كده انتشر في العالم يعني يعني بيتحور وبيتحول الانفلونزا الاسبانيه بس ده من 100 سنه. 100 سنه كان ليها مردود كبير جدا، وكان في عدد وفيات يقال في بعض الكذبات ان هو وصل 50 مليون. وده كان في وقت يعني عدد سكان العالم كان اقل من كده بكتير. ودخل في ويبس بالشكل ده. هو كان زي طعم، كان زي طعم. ويقال ان هو يعني ساعتها ان الوفيات الاكثر كانت في الموجه الثانيه منه مش في الموجه الاولى. فحصلت قبل كده يعني ان حصل هذا الشكل من الوباء يعني. فهو الفيروسات ملهاش قاعده، بالذات فيروسات الجهاز التنفسي. خد بال حضرتك ان ده سارس برضه، تنويع منه يعني. تنويع من السارس. فالسارس برضه لما طلع انفلونزا الطيور، وبعد كده اتكلمنا على انفلونزا الخنازير، واتكلمنا دلوقتي على بس ما طولوش كده دكتور حسن معانا. يعني انا فاكره كنا صغيرين ما عملوش شكل الانتشار ده واشكال الوفيات التي تدرس حتى هذه اللحظه. يعني ايه اللي بيخلي شخص يعدي عليه الدور في منتهى البساطة وشخص تاني يخش انتنسف كير ويبقى كومبليكيتد؟ بس أنا بشكل عام برضو عشان نطمن الناس، أنا وجهة نظري هذه، إحنا برضو الطبية يعني وجهة نظر طبية، إحنا عدينا المرحلة الحرجة على الأقل فيما أرى هنا في مصر. أوكي. عندنا سراير بقت فاضية في مستشفيات العزل، بقى عندنا أماكن موجودة. صح. العدد الحالات اللي بقينا نسمع عنها في السماع اليومي قلت كثير، عدد الحالات اللي بتحتاج هوسبيتاليزيشن قل كتير. فالحمد لله الدنيا تبدو اكثر استقرارا بشكل كبير. توقعي انا الشخصي بعيدا عن العلم ان شاء الله الموضوع ده لنهايه قريبه. ربنا يسمع منك يا دكتور. والله.